السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبورة لا ديزاد مع قادي. مرحبا بكم خوتي وبارك الله فيكم على الدعم. ننضم للقناة جديد نقول له اهلا وسهلا وشكرا على الثقة التي تهنا، واللي راه يتفرج فينا جديد بطبيعة الحال نقول له اهلا وسهلا. اليوم خوتي في الموضوع هذه المرة هي البرغوث ليونيل ميسي، هل سينتقل الى باريس سان جيرمان؟ في اخبار بزاف تقول انه سينتقل، وراك تشوفوا خاوتي في الشاشه يعني بعض المواقع اللي هضرت عليه وبعض التويتات اللي صدرت اليوم. اضافه الى هذا تصريح نيمار لما قال حان الوقت للعب الى جانب ميسي والتمتع بجواره، يعني حان الوقت للعب والتمتع الى جانب ميسي. هل يوجد اتصالات بين مسؤولي باريس سان جيرمان؟ وهل يوجد كما احنا نقولوا تفاوض وجس النبض وعمليه الاتصال بالميسي للانتقال الى باريس سان جيرمان؟ هل سينتهي تاريخ ليونيل ميسي وتكون اخر سنه في برشلونه؟ يعني امور كثيره كثيره كثيره، خاصه بعد كما احنا نقولوا الاوضاع اللي راهي تمر بها برشلونه، خاصه الماليه، ونعرفوا ان ميسي يتقاضى راتب شهري يفوت 30 مليون اورو، راتب سنوي يفوت 30 مليون اورو، يعني مبلغ ضخم 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 في ظل جائحه كورونا وفي ظل التوترات الاقتصاديه خاصه اسبانيا وكل تقريبا كل اوروبا. يعني هذه المبالغ كانوا فرق ديجا كانوا يحاولوا ينقصوا من لي صالير تاع اللاعبين تاعها، لكن ستار كيما ميسي ما عطيكش تجرأ حتى تهدر معاه، وشفناه امام هو تراجع في الاونه الاخيره. لهذا زائد تصريح نيمار قال يعني تصريحين، قال حان الوقت للاعب والتمتع الى جانب ميسي، هيا لنفعلها. هنا اشاره مشفره لرئيس النادي، كيما حنا نقولوا الشركه القطريه، نعرفوا ان الاموال كاين في باريس سان جيرمان يقدروا يجيبوه. شرط جزائي تاع ميسي ربما يفوت 200 مليون او 150 مليون اورو، ربما العقد تاع ميسي مش طويل، ومش كيما حنا نقولوا ما فيهش صعوبه، ربما تتجاوزها باريس سان جيرمان. ونعرفوا احنا باريس سان جيرمان جابت اغلب اللاعبين، كي طاقت تجيب نيمار يعني تجيب ميسي. احنا لا ننتقل يعني تكون خساره لبرشلونه وتكون خساره حتى لتاريخ ليونيل ميسي، يعني احباء ليونيل ميسي حابين يقعد في برشلونه ويكمل السيره الذاتيه او يكمل السيره الكرويه تاعو في نادي برشلونه، ويكون كما احنا نقولوا اسطوره نادي برشلونه. يعني تقريبا مكاش لاعب دار في برشلونه كما دار ميسي، دمعهم اغلب الجوائز، جوائز عالميه كاس العالم، جوائز اوروبيه رابطه الابطال الاوروبيه، جوائز اسبانيه كاس الملك، كاس اسبانيا، كاس الدوري الاسباني كذا مره. يعني دا كارثه القاب. لهذا احنا نتمنوا يقعد في برشلونه ويكمل ويكون اسطوره لبرشلونه، وإلى جا باريس سان جيرمان هذيك حاجه اخرى، ونشوفوا مسيره اخرى. ونعرفوا احنا قيمه كما احنا نقولوا الدوري الفرنسي ليست كقيمه الدوري الفرنسي، ربما هنا يسيب سهوله ويماركي 100 هدف في العام ويحطم رقم قياسي. والسلام عليكم خوتي وتهلاو في رواحكم.